يوم 1/1/2020 ظهرت علينا ثلاث اغاني طلعوا في نفس اليوم. كل اللي جايين يغنوا الاغاني ديت هم معظمهم ما كانش شغال في الموضوع ده قبل كده، بس لقى الموضوع بيجيب فيوز والناس بتشوفه، فقال طب ما اخش في الموضوع. اول اغنيه كانت لتميم يونس لما تقولي لا، ولا شوف اسمها ايه، ومحمد رمضان اللي هو ممثل، والاولاني طبعا كان كريتيف دايركتور، الثاني ممثل. الثالث بقى هو اللي غريب جدا، في ثلاث مكونات عمرهم ما اتجمعوا مع بعض. احمد سعد اللي هو بيغني كل حاجه بيعيط ده، اللي بيعيط على طول في كل الكلام ده، بس قال لك بقى انا وش، فراح لابس لك نظاره شمس مغطيه كل وشه، وراح بيغني مع واحد بتاع مهرجان جوز. يعني وصلنا لمرحله ان بتوع المهرجانات بيبقوا تيم، وبعد كده في ناس منهم بتعمل سنجلات، كانك بالظبط كده كانك بتعمل مع باك ستريت بويز، مع انسينك، مع وست لايف، نفس التيمه دي بتحصل دلوقتي. ممكن يكون بيكتب كويس، هو كان كحد يعني حلو وكل حاجه، بس انا مش هقول قوي في الكاميرا بقى. ده هيعمل كليب مع احمد سعد، معاهم مين بقى؟ معاهم عزيز شافعي، ده اسمه ايه شافعي؟ موزع موسيقي، يعني طالع بيعمل في الكليب ما تفهمش. هو طالع عمال فاهم بيعمل معاهم، بيقولوا فاهم يعمل نفسه ان هو سامع، يقف مع ده شويه يعمل كده، يقف مع ده شويه يعمل كده. التركيبه بين الثلاثه غريبه جدا، في اغنيه موضوعها غريب جدا، بتقدم بطريقه غريبه جدا. وده نوع، والتاني طالع بيقول لك ده سكتش غنائي، وده واحد مهرجانات، وده ميكس، دين ثلاث حاجات ما لهمش اي ترتيب. فالناس دي حاليا ما بيعملوش منتج غير انه موجه انه يجيب فيوز بس، اي ناكل هو بيقدم ايه، سواء حلو او وحش، سواء معمول بتقنيه كويسه او بيأدي رساله كويسه، لا رساله يعني ما يفكك، ما فيش موضوع انترتينمنت بحت. ما كلمتهوش حتى الاستاذ محمد رمضان، بام بام يلا نسهر. الناس تشوف الكونتنت اللي بيتقدم غريب، وبيتقدم بطريقه غريبه، وبيستفز الناس مننا كتير، ولكن ما علينا الا الفيوز، ان احنا نتفرج على ده ونتفرج على ده ونتفرج على ده، وندي فلوس وفيوز وشهره لده ولده ولده، وفي نفس الوقت احنا ما بيتقدملناش حاجه، احنا بيتقدم لنا مصلحته فقط لا غير، ان هم يبقوا اغنى، ان هم يبقوا اشهر، ان هم يبقوا عليهم الضوء اكتر. احنا بناخد ايه؟ احنا ما بناخدش حاجه. ركز في اللي بتشوفه، اختار الكونتنت الجيد اللي تتفرج عليه، اختار الحاجه اللي هتزود لك حاجه في مخك، اللي هتخليك تتعلم شيء جديد كده. حتى التريد بقت بينكو ممكنه، انت بتستفيد وهو بيستفيد، وفي ناس كتير بتعمل كونتنت لطيف. اختار الكونتنت اللي بتتفرج عليه اللي يفيدك ويمتعك، مش مشكله، هيبقى فيه متعه بس لازم تستفيد منه في اي حاجه. لكن اللي بتقدم ده رغم ان هو ممكن يكون ممتع،